بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان ويوم جديد ونشرة أخبار النادي الأهلي. أخدكم بسرعة للعناوين. الأهلي يظهر بالقميص الجديد في ودية الفجيرة. وعبد الحفيظ يكشف موقف عمرو جمال وأجاييه. كوبر يضع خطة لمواجهة رونالدو. وعالميا أسطورة ليفربول يحدد شروط بقاء صلاح مع الفريق. اهلا بكم من جديد والى التفاصيل. عاد الفريق الاول لكره القدم من النادي الاهلي الى التدريبات استعدادا للسفر الى الامارات لخوض وديه الفجيره والمقرر لها يوم 27 من هذا الشهر. وكان الفريق قد حصل على راحه عقب العوده من الجابون بعد التاهل على حساب منانا لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا. مزيد من التفاصيل بينضم الينا زميلنا امير هشام ومراسل قناه النادي الاهلي. مساء الخير يا امير. نور عليك يا محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. اخر اخبار تمرينه الاهلي ايه يا امير؟ طبعا الفريق استأنف تدريباته عقب الراحه اللي حصل عليها الفريق لمده 48 ساعه وعقب الوصول من رحله شاقه جدا في الجابون واللي تكللت بالنجاح وصعود النادي الاهلي دور 16 من دوري ابطال افريقيا. بالتالي النهارده كان المران الاول للفريق لاستعداد ما هو قادم من مباريات، سواء طبعا المباراه الوديه امام الفجيره ان شاء الله يوم 27 او ما تبقى من مباريات بطوله الدوري، هما بالتحديد ست مباريات. بالتالي النهارده كان المران في تمام الساعه الرابعه عصرا، قاد المران كابتن احمد ايوب المدرب العام للنادي الاهلي وايضا كابتن سعد معوض المدرب المساعد في ظل غياب كابتن حسام البدري بتواجده في كندا طبعا لزياره اسرته. فبالتالي المران كان مران النهارده يا محمد، خليني اقول لك شاط من الناحيه البدنيه جدا، يعني كابتن احمد ايوب ركز على الناحيه البدنيه بشكل كبير جدا خلال المران، واللي تواجد فيه حوالي 16 لاعب بس نظرا لانضمام العديد من اللاعبين في المنتخبات المختلفه سواء منتخب مصر الاول او ايضا منتخب الاولمبي وايضا منتخب تونس والمغرب تواجد علي معلول وليد ازارو. النهارده خليني اقول لك ان كان متواجد جونيور اجاي رغم طبعا انضمامه للمنتخب النيجيري، لكن نظرا لعدم حصوله على التاشيره الخاصه ببولندا واللي هو المكان اللي هيكون فيه معسكر في منتخب النيجيري حتى الان جونيور اجاي لم يحصل على التاشيره، فبالتالي حتى انا سالته قال لي ان هو مش هيلحق المباراه الاولى ليهم امام بولندا، لكن ان شاء الله المباراه الثانيه في معسكر النيجيري استعدادا لكاس العالم ان شاء الله يوم 27 هيكون ده متواجد جونيور اجاي، فهو بالتالي متواجد هنا في مصر بينضم لتدريبات النادي الاهلي حتى حصوله على التاشيره الخاصه في بولندا وينطلق على طول في اتجاهه لمعسكر منتخب نيجيريا. لكن المران زي ما قلت لك مران بدني قوي، ومع نهايه المران كان تقسيمه كده جميع اللاعبين بشكل جيد. واضح ان الحاله المعنويه طبعا عند النادي الاهلي عقب التعود او عقب كمان الحصول على بطوله الدوري بشكل رسمي الدور رقم 40 وايضا عقب صعود الدور 16 من دوري ابطال افريقيا، فبالتالي الحاله المعنويه مرتفعه وجميع لاعبي النادي الاهلي جاهزين ان شاء الله للمرحله المقبله واسعاد جماهير النادي الاهلي في مختلف البطولات. شريف اكرامي النهارده طبعا ما شاركش في التدريبات بسبب ان هو لسه عنده اصابه، فبالتالي كان عنده بعض التدريبات في صاله الجيم، لكن في بعد ذلك جميع اللاعبين المتاحين او المتواجدين النهارده في المران كانوا بيأدوا التدريبات بشكل جيد يا محمد. زميلنا امير هشام مراسل قناه النادي الاهلي بشكرك شكرا جزيلا، تغطيه مهمه لما حدث في تمرينه النادي الاهلي اليوم. أكد كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الشركة المسؤولة عن ملابس الفريق قامت بتسليم الزي الجديد وسوف يظهر خلال المباراة الودية أمام الفجيرة الإماراتي المقرر إقامتها يوم 27 من شهر مارس الجاري في إطار الاحتفال باليوبيل الفضي لإنشاء النادي الإماراتي. وتطير بعثة النادي الأهلي إلى الإمارات يوم الأحد المقبل برئاسة الأستاذ خالد الدرندلي أمين الصندوق، وتعود إلى القاهرة في اليوم التالي للمباراة.
أكد كابتن سيد عبد الحفيظ أن عمرو جمال مهاجم الفريق حصل على إذن من إدارة الكرة بالنادي الأهلي باستقبال مدة إعارته حتى نهاية الموسم بفريق هلسنكي الفنلندي. وأوضح عبد الحفيظ أن اللاعب فسخ تعاقده مع نادي باتريست الجنوب أفريقي وطلب من الأهلي أن يكمل إعارته في مكان آخر للحفاظ على حقوقه في المشاركة بشكل أساسي وضمان فرصة في اللحاق بكأس العالم بروسيا 2018 مع المنتخب الوطني. وأشار مدير الكرة بالأهلي أن الجهاز الفني وإدارة الكرة بالنادي وافق على تغيير وجهة اللاعب حتى نهاية الموسم حفاظا على مصلحته على أن ينهي إعارته بالنادي الفنلندي في نفس التوقيت التي كانت ستنتهي به إعارته لنادي بيدرست الجنوب أفريقي. قال النادي الجهاز الفني للنادي الاهلي ان اداره الكره لم تتلقى اي عروض رسميه بشان النيجيري جونيور اجاي مهاجم الفريق للرحيل عن صفوف الفريق في الفتره المقبله. واوضح كابتن سيد عبد الحفيظ ان كافه العروض التي تصل للنادي بشان اي لاعب يتم دراستها وفقا للقنوات الشرعيه من خلال لجنه الكره والتعاقدات، وهو ما لم يحدث بشان النيجيري اجاي حتى الان. الأهلي المصري صاحب الألقاب والأرقام القياسية وحامل لقب البطولة في النسخة الأخيرة. أبو تريكة الله عليك يا عم الناس، الله عليك، تسلم رجليك. أدي عبد الله السعيد حرك له حلو قوي فتحي، وأدي أبو تريكة الله فرح المصريين يا أبو تريكة، وأدي الكرة عبد الله يسدد، وأبو تريكة الكرة بتحبه الكرة بتكفه. سلام حلو عبد الله والدعم من أحمد فتحي وتسديدة والجول التاني. الأهلي حديد ولا تقول لي كايزر تشيفز ولا تقول لي مازيبي ولا تقول لي حاجة، ده النادي الأهلي الذي أمامنا كأس البطولة التي سيحتفظ بها النادي الأهلي للأبد. أكد كابتن أحمد أيوب المدرب العام لفريق الكرة بالنادي الأهلي على صعوبة مهمة فريقه في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بعد القرعة التي جرت فعاليتها أمس الأربعاء. وقال أيوب أنه رغم وجود العديد من الصعوبات في المجموعة فإنها لن تقلل من عزيمة اللاعبين والجهاز الفني نحو تحقيق الهدف المنشود وهو الفوز بلقب البطولة والعودة مجددا للمشاركة في كأس العالم للأندية. المعرفة أكثر عن ردود الأفعال عقب إعلان مواجهات دوري أبطال أفريقيا في سياق التقرير التالي. حتى قويه في البدايه بتلعب الترجي اللي احنا غراب عليه ولا هم غريب عليه ولا هم غراب علينا، فاحنا عارفين بعد كويس جدا. لكن كمان نظره بقيه الفرق اللي في المجموعه اذا كان كامبالا سيتي او فرقه بتسوانا، هم فرق اقصى فرق صاحب التاريخ وصاحب التواجد. ما تفرقش معاك كتير انت هتلعب مين، تفرق مع الجمهور، ولكن الجهاز الفني لو سالت كابتن حسام او كابتن سيد او اي حد من المجموعه اللي موجوده، كابتن سيد معوض، سيد عبد الحفيظ، احمد ايوب، طارق سليمان، هيقولوا لك ان احنا ما يفرقش معانا احنا هنلعب فين او مع مين. في النهايه يجب تحقيق البطوله لان هي دي البطوله اللي الناس نفسها تشوفها. اكيد جماهير الكوره في افريقيا تتابع بصفه معناها باهميه لمباريات الترجي الرياضي التونسي والاهلي اللي يعتبروا معناها من اقوى المباريات اللي نجموا نشوفوهم في الدوره هذه. ولكن الاهم من هذا كله انه المرور معناها هذا ماهوش دور اللي فيه المنافسه ممكن تخرج فريق من الفريقين، ماهوش معناها اقصائي الدور هذا. فنتخيل معناها انه المهم هو المرور الى الدور المقبل هو ربع النهائي والمنافسه على الكاس. ثم تعرفوا التاريخ ما يخلي الا اسم الفائز باللقب، فاكيد من الناحيه الجماليه والجماهيريه المباراه باش تتبعها المشاهدين والاحباء الفريقين خاصه معناها بشغف
كما العادة. مجموعة قوية ليس بسهلة، وخاصة عندما يكون معك منافس من نفس البلد، يعني فرقتين من نفس البلد، زيادة على المنافس الجديد قريب، يعني نقدر نقول حتى في الحدود ما بين، زيادة على تي بي مازامبي، يعني تبقى حدودنا متوفرة كنفس ككل الفرق الموجودة في هذه المجموعة، حتى ولو صعبة على ما أظن عندما توصل في هذا المستوى يعني لا يوجد فيه فرق صغيرة أو كبيرة، يعني كل واحد يلعب على حدوده وكل واحد يلعب حدوده إلى آخر دقيقة، ولما لا نكون ما بين المتأهلين للدور المقبل إن شاء الله. فريق الدفاع الحسني الجديد فريق جديد على هذه دور المجموعات، وبالنسبة للقرعة فكانت الحمد لله حبذا منصفة، ولو أننا جئنا مع فريقين من الجزائر البلد الجار الحمد لله غادي تكون عندنا ما غتكونش بعد مسافة، ولكن بس مسافة تكون طويلة بالنسبة لفريق الكونغو اللي هو تي بي مازيمبي ذو الخبرة الكبيرة، ولكن هذا فريق صار معروف، شفنا وشفنا مبارياته مع الوداد البيضاوي وشفنا مبارياته مع الأهلي وشفنا يعني فريق الآن أوراقه مكشوفة. نتمنى إن شاء الله أن فريق دفاع حسن جديد حقق مفاجأة هذه السنة إن شاء الله في دوري الأبطال إن شاء الله. Today's draw is exciting. Yeah, thank you for الورعة من وجهة نظره هي سعيدة، تكون ورعة سعيدة يعني ومطمئنة الجهاز الفني للأهلي ولاعيبته بوقوع من وجهة نظره الفريقين الأقرب للترشيح هم فريق الأهلي والترجي التونسي بحكم التاريخ والعراقة والحجم اللعيبة الدولية اللي في الفريقين. بيرحب بباكا صفته لعيب الأهلي من أصول من جنوب أفريقيا، وكان بيتكلم برضو إن الأهلي بطبيعة الحال هو الممثل الوحيد دلوقتي لمصر في كل الدوري أبطال أفريقيا. الوطني والاتحاد على الكرة. يختتم المنتخب الوطني الأول بقيادة الأرجنتيني هكتور كوبر تدريباته اليوم الخميس استعدادا للمباراة الودية التي يخوضها أمام نظيره البرتغالي في تمام 10:15 مساء غد الجمعة بتوقيت القاهرة، والتي تقام على ملعب لاتسكراد بمدينة زيورخ السويسرية. ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني مرانا خفيفا على ملعب المباراة يتضمن بعض التدريبات الجري والإحماء والتدريبات الترفيهية بالكرة. يأمل الأرجنتيني هكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني في إيقاف خطورة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عندما يواجه البرتغال وديا غدا الجمعة. ووصف كوبر المواجهة مع البرتغال بأنها صعبة للغاية أمام بطل أوروبا الذي يضم بين صفوفه أفضل لاعب في العالم، لكنه شدد على سعيه للفوز بالمباراة.
وأوضح كوبر في تصريحات نقلتها وكلاء الأنباء العالمية أن الجهاز الفني لديه خطة للتعامل مع رونالدو مثلما سيتم التعامل مع ثنائي لويس سواريز وإديسون كافاني، وهما من سيقودان هجوم أورجواي في كأس العالم، مؤكد أنه لن يكشف عن خطته خاصة أنه سيواجه أفضل لاعب في العالم. سلطت صحيفة فليك السويسرية الضوء على ودية منتخب مصر ونظيره البرتغالي المقرر لها غدا الجمعة في تمام 10:45 بتوقيت القاهرة بالعاصمة السويسرية زيوريخ. ووصفت الصحيفة السويسرية ثنائي محمد صلاح نجم منتخب مصر والبرتغالي كريستيانو رونالدو بملوك الكرة في أوروبا في هذا الوقت، حيث ذكرت حان الآن الصدام الكبير بين النجوم، وقالت أن صلاح يقدم مستوى رائع في الوقت الحالي مع الريدز ويتصدر قائمة هداف الدوري الإنجليزي برصيد 28 هدفا. وأبرزت اهتمامات ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان بالحصول على خدماته في الصيف المقبل. مصر بيك يا محمد، صارت هذه الأهداف من اختصاص محمد صلاح. تشعر بالفخر، تشعر بالاعتزاز كعربي كمصري لأن محمد صلاح سجل. محمد صلاح هذا الصغير، هذا المصير، لكن لم يكن كذلك في الكرة الماضية. يختتم المنتخب الوطني الأولمبي تدريباته في 7:45 مساء اليوم الخميس بالملعب الفرعي لاستاد الجوهرة بمدينة جدة، استعدادا لمباراة الودية الأولى أمام نظيره السعودي غدا الجمعة، ضمن برنامج إعداد المنتخب لخوض نهائيات أمم إفريقيا للشباب تحت 23 سنة المؤهلة لدورة طوكيو الأولمبية 2020. وتقام المباراة الأولى بالملعب الفرعي لاستاد الجوهرة على أن تقام المباراة الثانية يوم الاثنين المقبل بالملعب الرئيس. الأهلي فوق الجميع. وإلى أخبار الألعاب الأخرى، استضاف النادي الأهلي فرع مدينة نصر أمس احتفالية ضخمة لذوي الاحتياجات الخاصة، وحضرها مسؤولون ولاعبون وأسرهم في أجواء تليق بالنادي الأهلي. يأتي الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة كجزء مهم من برنامج عائلة الأهلي الذي خاض به الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي وأعضاء المجلس الحالي انتخاباتهم الأخيرة، ولديهم إصرار على تنفيذه بقوة إفاء بالوعود مع أعضاء الجمعية العمومية. نتابع في التقرير التالي.
برحب بكل الضيوف الموجودين النهارده من الاتحاد الدولي ومن الاتحاد المصري، وبنتمنى ان احنا النهارده نقضي يوم جميل. طبعا البرنامج بتاعنا كان بيشمل الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصه، والنهارده بنبدا خطوه جديده بالتعاون مع الاتحاد الدولي والاتحاد المصري، ونتمنى باذن الله ان يكون في مناسبات جايه كتير، ونتمنى باذن الله تكونوا مستمتعين باليوم هنا في النادي الاهلي في مدينه نصر. الحمد لله اليوم مميز فعلا. يمكن احنا في برنامجنا برنامج عائله النادي الاهلي كنا حاطين جزء كبير ل يعني اخواتنا واولادنا من ذوي الاحتياجات الخاصه. يمكن كانت البدايه بقى لنا فتره شغالين ان احنا نكون لجنه من لذوي الاحتياجات الخاصه، واللجنه اتشكلت، واول تعاون كان مع الاتحاد المصري والاتحاد الدولي النهارده، وكان في احتفاليه وتكريم اولادنا من ذوي الاحتياجات الخاصه. حدث مهم لا يقل اهميه عن البطولات الرياضيه، لانه حدث بيمس كل الاعضاء، بيمس جزء مهم جدا وغالي علينا من الاعضاء، وهم اولياء الامور والاولاد ذوي الاحتياجات الخاصه. هو كان جزء وجزء اصيل من برنامج كابتن محمود الخطيب، برنامج عائله الاهلي، فاحنا هم جزء من عائله الاهلي، لازم بيحظى بالاهتمام، ومحتاجين رعايه، ومحتاجين دايما ان احنا نبقى متابعين احتياجاتهم عايزين ايه. المجموعه دي محتاجه اهتمام، محتاجه مجرد انها تحس انها محل اهتمام من الاعضاء ككل، مش عايز اقول من مجلس الاداره بصفه خاصه، انما جميع الاعضاء. هو الحقيقه في البدايه طبعا بقول ان عائله الاهلي بتشمل طبعا اهالي وابنائنا من ذوي الاعاقات الفكريه. النادي الاهلي بيبدي اهتمام كبير جدا بابنائنا، بنعمل لهم برامج تدريبيه على مدار السنه كلها، كل واحد بيتدرب حوالي 3 مرات في الاسبوع. فانا بقول ان اولادنا من الاعاقات الذهنيه ليهم عندنا حق كبير جدا، ويا رب نقدر نساعدهم، لان دول ملائكه وربنا يكرمنا باذن الله في اسعادهم وادخال البهجه والسرور في قلوبهم. يعني انا عضو نادي اهلي، فانا فخوره جدا جدا باللي عمله النادي الاهلي النهارده. يعني ان النادي الاهلي يستضيف مجلس اداره الاتحاد الدولي لاول مره هو بيعقد المجلس الاداري، احنا جايين من الاجتماع على هنا، والاحتفال الحقيقه انا ما كنتش متخيله الجمال ده، ويصادف كمان ان يوم عيد الام. فالحقيقه هو النهارده مجموعه كده مجلس الاداره الجديد، يعني انا فخوره بيه. انا بقول لهم دايما الناس دي بيعرفوا مين تعب معاهم ومين تعبان معاهم، وحاسين يعني بالمجهود اللي حصل في الفتره القصيره لمجلس الاداره بتاع. فانا بقدم خالص التحيه. سي اسي امبرسيونون سو كلوب. هو منبهر جدا بالنادي، لان هو اول مره يشوف حاجه زي كده، نادي كبير وفي ناس كتيره قوي من كل المستويات، وان هو في ناس كتير بتلعب كويس، فهو مبسوط ومنبهر يعني باللي شافه النهارده. باش بونس كو سي ان اكزامبل، سي ان اكزامبل كي دو ايت سويفي دون. ده نموذج يعني بيحتذى به، ان يبقى في نادي كده بيهتم بذوي الاحتياجات الخاصه وفي نفس الوقت بالاسوياء، فهو شايف ان دي حاجه هم بيحاولوا ان هم يوصلوا لها في الاتحاد. كونتينيو كوم سا، بيقول لهم استمروا كده لان انتوا على الطريق الصح، وبيتمنى يعني التوفيق لاداره النادي وللاعبين. اوجه رساله للشكر رئيس مجلس الاداره الحالي كابتن محمود الخطيب واعضاء مجلس الاداره، لان هم الاساس في دعمنا وصلنا للمرحله اللي حضراتكم شفتوها النهارده. النادي الاهلي اعظم نادي في العالم، وبناء عليه هم جايين على هذه السمعه، وفضلوا ان يكون اللقاء بتاعهم والاجتماع بتاعهم في مصر يكون في معقل الرياضه، النادي الاهلي العظيم، بيتنا الكبير اللي محتوينا كلنا. والله الحمد لله. طبعا انت عارف حضرتك ان مجلس اداره مهتم بهذا النشاط جدا، وكان من ضمن شعار النادي عائله النادي الاهلي الانتخابات اللي هو الاهتمام بهذا الملف. ففعلا ابتدينا من اول يوم بالعمل بكثافه شديده ودعم هذا النشاط، والحمد لله كان الاتحاد الدولي للاعاقه الحمد لله النهارده اللي جه مصر وبيعمل اجتماع للاتحاد الدولي، فشرفونا النهارده استضفنا هذا الحدث الكبير، والاتحاد المصري واللجنه البرلمانيه، فالحمد لله استعدينا كويس، جهزنا نفسينا، واخدين تكليف من السيد رئيس نادي ومجلس اداره النادي بالاهتمام بهذا الحدث،
والحمد لله سمعت حضرتك الإشادة بتاعت الاتحاد الدولي والاتحاد المصري، فالحمد لله ده كله طبعا تنفيذ لشعار عائلة النادي الأهلي ولا اهتمام بهذا الملف. طبعا كل سنة وهم طيبين أمهاتنا كلنا وأولادنا وإخواتنا، وتحديدا لأمهات الأولاد ولادنا طبعا دول بيحتاجوا مجهود زيادة، بيحتاجوا ضغوط عصبية زيادة، فكل سنة هم طيبين وربنا يوفقهم إن شاء الله ويكرمهم ويهدي ولادهم ويوفقهم إن شاء الله. تواصل اللجنة العليا المنظمة لبطولتي أفريقيا لكرة اليد للأندية الأبطال الكؤوس رقم 34 رجال والسيدات بالنادي الأهلي برئاسة محمد الجرحي عضو مجلس إدارة الترتيب لإجراء مراسم القرعة البطولتين في 7 مساء يوم السبت القادم بمقر النادي بالجزيرة. وجهت اللجنة الدعوة إلى مدحت البلتاجي النائب الأول الرئيس للاتحاد الأفريقي، كما تمت دعوة السادة سفراء دول الأندية المشاركة في البطولتين كممثلين عن هذه الأندية لحضور مراسم القرعة. وتنطلق البطولتان بصالة النادي الأهلي يوم 13 من إبريل القادم، حيث يشارك في بطولة الرجال 16 فريقا في الوقت الذي يشارك في بطولة السيدات 10 فرق. بدأ الفريق الأول لكرة الطائرة الرجال بالنادي الأهلي رحلة العودة من بولندا بعدما أنهى معسكره الإعدادي الذي استمر لمدة 10 أيام استعداداً لخوض منافسات بطولة أفريقيا للأندية التي ينظمها الأهلي خلال الفترة من 25 من مارس الجاري إلى 6 من إبريل القادم. وتحركت بعثة الفريق من فندق الإقامة إلى مطار العاصمة وارسو في 10 صباح اليوم، وتطير إلى العاصمة الإيطالية روما لمدة ترانزيت ل7 ساعات قبل استئناف رحلتها إلى القاهرة، حيث من المقرر أن تصل البعثة إلى مطار القاهرة في 2:30 صباح غد الجمعة. فاز مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي ببطولتي الجمهورية للإسكواش تحت 17 و19 سنة محققا إنجازا كبيرا، لا سيما أنه لم يتعدى 16 من عمره. أقيمت البطولة خلال الفترة من 14 حتى 21 من مارس على ملاعب بلاكبول بالتجمع الخامس. مستمرين مع حضراتكم في أخبارنا، ولكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا.